كلنا بناكل نفس الحيوانات ونفس الخضار، مهما حاولنا نعمل فروق ومنيوهات واسامي كل واحد. بس ده بياكل فراخ بانيه، ده بياكل تشيكن بانيه، ده بياكل سكالوب، ده بياكل بوفتيك، ده بياكل سوشي، ده بياكل في نفسه. ممكن حد يقول لي الفرق في النظافه، اقول له على العكس تماما. روح على اي عربيه فول او كشري او كبده هتلاقي الراجل بيعمل كل حاجه قدامك، ما عندوش حاجه يخبيها. بس في المطاعم الكبيره بيخبوا الشيف جوه، ما تعرفش هو فين ولا بيعمل ايه، لابس بنطلونه ولا قلعه، صباعه في انهي حته. ولو اكلك نظيف بصحيح اطلع واجهني، مستخبي ليه؟ وبعد كل الغموض ده يرميلك في الاخر طبق فيه فص فرخه سند عليه فاصوليايا عامله كده، ومعاهم حبايه بسله منتقاه بعنايه، ويقول لك 800 جنيه يا هوبا. فإن في أي مطعم شعبي هتدخل تاخد نص فرخة ورز وخضار وسلطة وطحينة وتنازل عن المحل، وتكتب على بنت صاحب المحل ب 18 جنيه شامل الضريبة. بس في الأول وفي الآخر كلنا بندخل الأكل من فتحة وبنخرجه من فتحة تانية، وهم هم نفس الفتحتين عند كل الناس، فتحة إن فتحة أوت. في حد هنا من باطو كلها شكليات، ودول بيقفلوا على نفسهم، ودول عايزين يشوفوا دول مقفلين على ايه، في ايه ورا السور، فضول هياكلني. وطبعا الاغنياء بيقلقوا، ولو حد دخل وسطهم بيهرشوه وبيقفشوه، ويا عيني على اللي بيقفشوه منهم. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من ورا السور. حاول ان يتسلل، حاول انه يبقى وسطنا، لكن كالعاده المجرم غباؤه هو اللي بيفضحه. معانا حاله جديده، جريمه جديده. اسم، نزل ايدك. مش عايز اتكلم انا. نزل ايدك، امثالك لازم يتفتحوا. كفايه بقى، خلاص اتسجننا، كفايه فضايح. احكي للجمهور جريمتك البشعه دي عملتها ليه، وتسللت وسط الاغنياء ليه؟ ما فيش حاجة يعني يا باشا، أنا كنت عايز أخش وسط الأغنياء علشان عيشتهم حلوة وستاتهم أحلى، وكمان بيعزموا بعض على حاجات غالية، وبيتعشوا حاجة اسمها سوشي أنا كنت نفسي أقابله من زمان، وكمان بصراحة أهم حاجة بقى بيجيبوا لبعض شغل، وده اللي ماشي. طيب احكي للجمهور، بعد ما تسللت وسط الأغنياء تفاصيل الجريمة عملت إيه؟ أنا الحقيقة كنت بقول لهم إن أنا ساكن في الزمالك. في الحقيقة؟ منشية التحرير. هما كانوا بينزلوني في الزمالك وانا كنت بكمل بميكروباص لمنشيه التحرير. وايه كمان؟ يعني انا كنت بقول لهم ان انا بركب اوبر. وفي الواقع؟ يعني الحقيقه يا باشا ان انا يعني شغال على اوبر. ندمت؟ ندمان؟ ها؟ انا جبت ايفون 7. است طبعا. لا صيني. اعمل ايه يعني بقى؟ اعمل ايه؟ انت عارف ده بكام؟ عارف طبعا، معايا 2 بلس. دلوقتي هنروح للحاله اللي حصل معاهم الجريمه دي، اصدقائنا اشرف وانجي، نقعد معاهم نتكلم نعرف تفاصيل الحادث المؤلم ده. اشرف احكي لنا ايه اللي حصل. مفيش، حصل حاجه عجيبه جدا مريبه، يعني انا ما اقدرش اتكلم عنها، انجي اكتر واحده تقدر تكلمنا عنها. انجي هاي، ازيك عامله ايه؟ فاين. احكي لنا ايه اللي حصل. احنا عادي كنا عاملين موفي نايت عندي في البيت، وكنا مخبوطين اليوم اللي قبليها ومش قادرين نتحرك، فكلمته قلت له هات واين معاك، يعني مش قادرين نشرب هارد ليكر. بس مش متخيل هو عمل ايه. عمل ايه؟ ما جابش. يا ريت، جاب ازازتين عمر الخيام. بس احنا حاولنا يعني ان احنا نبقى اذكياء. اشرف راح بلغ البوليس، ويعني قعدنا نتكلم معاه في حاجات دماغه، يعني اللي هو العربيات المستعمله والكلام ده، بس لحد ما البوليس جه خده. جاري طول لحد ما اتقبض عليه. ثانك يو اشرف، ثانك يو انجي. مجتمعنا ممكن يفتكر ان هو بينهار، لكن هذا الوطن ليه رجال بيحموه. هنعمل دلوقتي لقاء مع البطل اللي قبض على هذا المجرم، سياده العقيد. مقدم يا فندم. سياده المقدم احمد الشرابيني. شربيني يا فندم. قول يا احمد ايه اللي حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك احنا تلقينا بلاغ من السيد اشرف بيفيد ان في حد من الطبقه المتوسطه تسلل في وسط الاغنياء.
على الفور أمرنا القوات إنها تتحرك باتجاه مكان البلاغ اللي هو بالم هيلز، مكان تحفة على فكرة. رائع، أنا ساكن هناك. فظيع. طبعا إحنا أول ما وصلنا لقينا المتهم متلبس وبتفتيشه وجدنا بحوزيته ثلاث حاجات: شراب لاكوست مضروب، نضارة شمس هاي كوبي، وخد الأنكة بقى، جزمة ماركة أبيدوس يا جماعة عشان تعرفوا إحنا بنحارب إيه. أبيدوس. أبيدوس يا فندم. بس أنا مش عايز الناس تقلق، محدش يقلق يا جماعة، إحنا عاملين اللي علينا والوضع تحت السيطرة ورجالتنا زي الفل. نشكر حضرتك يا فندم. شكرا جدا. دلوقتي عايز الناس تطمن، محدش يقلق، إحنا محميين، ما تخافوش. هسيبكوا دلوقتي في البرنامج اللي بعديه، زميلتي العزيزه هايدي، تيبس اند تريكس و10 طرق سريعه للتعافي من الهانج اوفر. ما تخافوش، وطننا بخير. الى اللقاء في الحلقه القادمه من ورا السور وكلمه جديده.